وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يعني يريد أن يتزوج بالثانية أو تزوجها ربما، وطلب من زوجته الجديدة أن تقبل بتقصيره وعدم عدله بحجة زوجته الأولى، وأن حتى لا يؤثر على نفسية أولاده، فهل في ذلك إثم في تقصيره يعني؟ هذا فيه تفصيل، فإذا كان يريد أن يجعله سراً بحيث لا يعلم أنه تزوج أصلاً فهذا حرام، ونكاح السر محرم، ولا بد من إعلان النكاح. أما إذا أراد أن يخفيه عن زوجته وأولاده ولكن يعلن هذا النكاح في دائرة الزوجة الثانية ويعلم أنه متزوج بها ولكنه يريد أن يخفي الأمر عن زوجته وأهلها وأولاده لمصلحة يراها، فاشترط على الزوجة الثانية أن تسقط بعض حقوقها ورضيت هي بهذا، أعني الزوجة الثانية، وهو يريد النكاح الشرعي الذي من أهم صفاته إرادة الديمومة والاستمرار وإرادة الولد، غير أنه يطلب إسقاط بعض الحقوق، فهذا جائز لا حرج فيه. Yuk jadi bagian dari dakwah Najiyah TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najiyah TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti.